هنتكلم مع بعض دلوقتي على relations of hip joint. الهيب جوينت عبارة عن articulation بين الفيمر والهيب بون. طبعا دي الهيد اوف فيمر وده الاستابيلوم، تمام. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز ارسم رسمة او diagram للريليشنز بتاع الهيب جوينت. فهرسم هنا كده ايه، هي رسمة بسيطة شوية. طبعا انا مش هبص على الناحية دي كده الليفت سايد، انا هبص من اين، من الرايت سايد. فهمثل الهيب جوينت اكني لو شلت الفيمر كده بالظبط، هنا كده هرسم ايه، دايره كده اللي هو مين يعني مكان الهيب جوينت يعني، تمام. وهرجع تاني ابص منين، من الناحيه دي، وعايز اعرف ايه اللي قدام رسمه اللي هيبقى ورا، ايه اللي هيبقى فوق. فهاجي هنا كده في الرسمه دي، هنا هعمل دايره كده اللي هو ده الهيب يعني، ده الهيب، ماشي. طيب وبعدين فهنا كده بصهم هيبقى برضو فوق هنا، دي الاليا كريستا اهي كده، وجاي لحد ورا كده بالمنظر ده، هيبقى فوق خالص هنا كده، ماشي. طب تعال نشوف بقى ايه ترتيب العضلات اللي هنرسمها فين في المنطقه دي. بص معايا كده هنا. فاول حاجه هنا في عندنا قدام في عضله اسمها تنسور فاشلاتا، تبقى قدام خالص كده عند بدايه الاليا كريست هنا كده. فهنا كده في تنسور فاشلاتا اهي، تمام. بعد كده هنا مجموعه الجلوتيويد، خلي بالك احنا هنا شايلين الماكسيمس، في هنا دي الميرياس وتحتها المينيمس. ففوق هنا كده هلاقي في عضلتين الميرياس والمينيمس تحتها، يعني دي الميرياس هنشيلها كده جلوتياس ميرياس، وفي المينيمس. فهاجي هنا فوق كده ايه في المنطقه دي في رسمتنا احنا هنا، هرسم هنا كده جلوتياس مينيمس ومتغطيه بمين، بالميرياس. يبقى دي جلوتياس مينيمس ودي جلوتياس ميدياس، تمام كده. طيب بعد كده ورا في المنطقه دي هنا في ايه، هو كده قدامه كده ورا، احنا نبص هنا كده بالجنب بالمنظر ده كده، كده انتيرو كده بوستيريور. في عندك المجموعات اللي هم اللاتر روتيتورز دول، في البايريفورمس، سبيرو جيميلاس، اوبتيوريتور انترنس، انفيرو جيميلاس كودريتوس. هيبقوا كده ايه مترتبين تحت بعضهم كده، لكن واخد مقطع كده بالظبط. البايريفورمس هيبقى الشكل كده بالظبط، وصلني ازاي اهي، هنا البايريفورمس اهي، وبعدين عندك الاوبتيوريتور مع الاتنين جيميل لاي اكنهم حته واحده كده لان هم ماسكين فيها اصلا، دي الاوبتيوريتور انترنس والتو جيميل لاي، وادي الكودريتوس، ماشي. وخلي بالكوا بقى احنا هنا شايلين اصلا مين، احنا مين اللي العضله اللي مش شايله المفروض مغطيه الكلام ده كله، جلوتياس ماكسيمس ورا بقى كلها في الحته دي كده هنا. فاحنا هي هنا كده ورا ايه، هكمل بقيه رسمتي بالجلوتياس ايه ماكسيمس مغطيه الايه المنظر ده كله كده. فهنا بالترتيب بايريفورمس، فلو عملنا الاسم كده يبقى افضل، يعني مثلا ايه الشكل ده اهو. هنا اللي فوق دي البايريفورمس، دي سبيرو جيميلاس، اوبتيوريتور انترنس التندم طبعا بتاعها، انفيرو جيميلاس، ودي كوادريتاس فيمورس. كده بالنسبه للجزء الخلفي منين من الرسمه، يبقى كده كده انتيرو كده بوستيرو كده، خلصنا من فوق ومنين ومن ورا. طب ايه تاني المفروض نكمله في رسم هنا؟ خلاص ايه احنا كده خلصنا الجزء ده، نشيل بقى الحاجات اللي احنا ايه رسمناها. فهنا مثلا دي المينيمس جلوتياس مينيمس، اوبتيوريتور بايرفورمس، واللاترال روتيتورز اهم، سبيرو جيميلاس، اوبتيوريتور، انفيرو جيميلاس، كوادريتوس. طيب ايه تاني فاضل عندنا في الرسمه؟ بصوا هنا بقى كده الايه، طبعا دي التنسور فاشلات زي ما قلنا من شويه. ايه اللي قدام هنا؟ طبعا هنلاقي بقى هنا الريكتس بتوز بتوعها ستريت وريفلكتد هيد، واحده فوق الهيب وواحده قدام الايه الهيب جوينت، وبعدين الاليوسوس والبكتينيس، دول كده ايه قدام الهيب بالمنظر ده كده. نرجع للرسم بتاعتنا، فهنا ادي الريكتس فيمورس الريفلكتد والستريت هيب بتاعتها، الريفلكتد هي فوق الهيب وادي الستريت الريكتس ايه فيمورس، ماشي. بعد كده في عندنا اللي هم الاليوسوس مع بعض، ولو افتكرتوا كده بصوا هنا في الاليوسوس بالذات في حاجه كان بين الالياكس والسوس ميجر في نيرف معدي اللي هو
الفيمورال نيرف هي فين نقطة كده بينهم، يعني هنا دي الإلياكس دي الإلياكس والسوبس أهم، هنا الإلياكس والسوبس، وهنا في نقطة كده هو مين ده، ده الفيمورال إيه، ده الفيمورال نيرف. فاحنا لو نعمل برضو المقاييس بتاعتنا هنا عشان ايه نظبط رسمتنا كده، ريكتس الإلياكس سوس ميجور وده الفيمورال نيرف، هنا دي الريكتس فيمورس ديت الإلياكس الفيمورال نيرف ودي السوس. تمام. طب ايه تاني موجود في الرسمه؟ بصوا هنا كده لو خدنا برضو بالترتيب خلاص كده، ده الايه دول الياك الصو الياكس والصوص، في البكتيرياس كمان اهي، دي البكتيرياس موجودة هنا اهي، بالترتيب تحت بعض كده. دي البكتيرياس. طب في ايه تاني موجود مفروض في الرسم هنا؟ يبقى احنا كده ايه اللي احنا خلصناه نشيله، ينفع كده قدام ادي الريكتس خلاص خلصناها، الالياكس والصوص ميجور والبكتينياس. تمام. بصوا بقى في تحت هنا بقى تحت الهب، طبعا انا هنا المفروض في اوبتيريتور فورامن معدي منها عضله هي اسمها الاوبتيريتور ايه اكسترنس، فهي كده معديه من تحت الهب، شايفين عامله ازاي؟ فهاجي تحت الهب جوينت كده هرسم ايه خط كده او جزء عضله كده، دي الاوبتيريتور ايه اكسترنس معديه من تحته هنا كده اهي، دي اوبتيوريتور اكسترنس. تمام كده. طب تحت هنا في تاني في حاجه، تحت هنا بقى في كمان برضو حاجات تانية عايز اقولك عليها، لو خدت بالكم من ايه من الرسمه دي، هنا طبعا الدكتور لونجاس اهي، لونجاس بريفس الماجنس كلهم موجودين تحتهم، تحت برضو الهيبي، بس تحت مين؟ تحت الاوبتيوريتور، يعني تحت الاوبتيوريتور مجموعه الايه الادكتورز. فانا في الرسمه بتاعتي هعملها زي ايه، زي مربع او يعني كتله كبيره كده، دي كده اللي هم مين دول الادكتورز. تمام كده. وبعدين ورا الادكتورز بقى هنا كده لو تاخدوا بالكم الادكتور ماجنس حتى كبيره اهي، وراها مجموعه الهامسترنجز موجودين ورا الادكتور ايه ماجنس كده هنا، فاجي هنا وراها كده وهعمل ايه زي خط كده هنا كده او كتله كده هنا، دي اللي هي مجموعه مين الهامسترنجز. طبعا ده لو قال لك ارسم دياجرام للريليشنز بتاعت مين، درو دياجرام للريليشنز بتاعت مين الهيب ايه الهيب جوينت، خلي بالكم منين من المنظر ده مهم قوي. فاضل بس حاجة عايز اقولكم عليها في الرسمة دي، في بالنسبة للبايريفورمس، احنا لو ما جينا قبل كده في حصصنا اتكلمنا على البايريفورمس دي، كان في مجموعة نيرفز كده ليها علاقة بالبايريفورمس معدية من تحت البايريفورمس، كان في نيرف يعني رايح للكوادريتس بس كان بيعدي ديب للجيميلاي دول، كان اسمه نيرف تو كوادريتس، وكان في نيرف تاني بيعدي عليهم كده وبينزل تحت تخين قوي اللي هو ثيكست نيرف ان ذا بودي، اللي هو مين ده؟ ده الساتيك ايه؟ الساتيك نيرف. فده النيرف اللي رايح للكوادريتس اسمه نيرف تو كوادريتس فيمورس، والنيرف ده اللي هو مين ده؟ الساتيك نيرف، واللي قدام ده قلنا مين؟ اللي هو الفيمورال ايه؟ الفيمورال نيرف. نعمل له لون ازرق كده برضه يبقى ايه؟ ماشي مع كل الايه؟ الرسمه. ماشي ده بالنسبه لريليشنز اوف هيب جوينت.